أولى ضمن الساعة المفتوحة عزيزة من مدينة صفرو. عزيزة وعد الحر ضين ياك قلت لك غدوزي معنا إن شاء الله. لا لا ما نسكش ما نسكش يعني حتى غير إن كان سهوا يعني يعذروني إلا وعد شي وحدة بشي حاجة والله العظيم تتكون غير سهو مني والضغط نتاع العمل. عزيزة نرجعوا الأفكار الجميلة اللي قدمتي لنا واللي بديتيها معنا مجموعة الأفكار والنصائح اللي قدمتي لنا نواصلوها إن شاء الله. تفضلي. بقاو لي واحد جوج افكار في النصائح الخاصه بالحمامات ومن بعد غادي ننتقل معك غنحاول نسرع شي شويه حيت باغي ندوز لك اكبر قدر ممكن من ان شاء الله. يلا ايش الكريهه من المنازل غادي نساليو في الحمام بالنسبه للفوطات ديما عندنا مشكل مع الفوطه فوطه كبيره كنشفوا فيها كينشف هذا كينشف هذا دونك دغيا كتفزق خاصها تصبن. نعم كناخذوا انا عزيز عليا نخدم بيدي كنمشي كناخذ مثلا فوطه تقريبا مترو على مترو تقريبا 360 او هذا كتجيبها كتعبرها 25 على 25 25 سنتيم على 25 دونك داك المترو كيعطيك تقريبا 8 فوطات فوطات صغيره وكنحطوهم بحال هكا حتى في لا ديكوراسيون ديالهم كتجي زوينه يعني شي حاجه اللي هي سامبل وديك لا سامبليسيتي هي اللي كتعطي واحد القيمه مضافه للحمام ديالك وكتعطي شي حاجه مش خفا ديالك بوحدك. نعم يعني قل لي شحال كتاخدي في التوب ديال الفوطة شحال فيه هذا العرض؟ هو العرض انت على حسابك مثلا بغيتي تاخدي متر على متر كاين ديال 13 درهم كاين ديال 15 درهم كاين ديال 20 درهم انت وجهدك. نعم اللي كتجيب داك المتر على متر كتقسمو يعني كدير فيه 25 سنتيم في الطول و 25 سنتيم في العرض كتجينا فوطة مربعة صغيرة محدقة يعني على قد يدينا. نعم كان ممكن خلفوا الالوان ممكن في دوك لي دابا كاين واحد لي باني ديال القصب كيتباعوا بحال هكا مربعين اييه كاين نجيبوهم كتحطها بحال هكا كتكون هي على شكل مستطيل وكتطوي دوك الفوطات على شكل مثلثات كيف ما كنديروا السرات ديالنا العاديين وكتبقى كتخلف فيهم الالوان مثلا كدير فوطه صفراء موراها فوطه حمراء موراها فوطه زرقاء يعني بحال الوليدات الصغار كندير لهم الزرق البنيتات كندير لها الغوز الراجل كدير له الحمار انت يا الصفر يعني كيكون كل واحد عنده الفوطه ديالو تما. نعم وحتى في اختلاف الالوان يعني كيعطيك واحد المنظر يعني واحد ديكور زوين كيجيك في دوك الفوطات وكيجيو ساهلين في التصبين وحتى الا حتى شي وحده تنحرت كيكون عندك يعني كتجيب مترو كتخرج منه 8 الفوطات. نعم يعني اقتصاديه يعني المسألة هي من ناحية اقتصادية وحتى ديكوراسيون جميلة جدا. لا في ديكوراسيون ديالها ما نقولكش يعني كتجي غزالة وممكن ملي كتحط ديك الباني بحال هكا كتجي مستطيلة ممكن تدورها بدوك الشميعات وداك الصابون اللي عطانا المرة الفايتة. نعم. يعني ما نقولكش كيجي فيها واحد المنظر غزال. بعدك صح هذه حتى فكرة ديال الكادو السيدات اللي غايبغيو يديو كادو لشي شي حد عيد ميلاد ولا غيره فكرة جميلة جدا يعني وتكون مصوبها بيديها غتعطيها لمسة أكثر جمالية أكثر وفي أمنا أكثر من اللي لمسيتي وشريتيها من برا. نعم بعدك صح ناخذوا فكرة أخرى غادي ندوزو نضفو الروبينيات والميلونجور والدوشيت وهذا كناخذوا البيكربونات واحد جوج معالق البيكربونات. نعم وكنعصرو عليهم عصير حامضة جوج معالق ديال البيكربونات كيتباع في الصيدليه اها وكنزيدو معاهم معلقه ديال الحامض معلقه ديال عصير الحامض وتقريبا شي جوج معالق ديال الخل جوج معالق ديال الخل كيولي عندنا بحال امباط كنشدوها كندهنو بها داك الروبينيات والميلونجور المهم الروبينيات كاع اللي عندنا في الحمام حيتاش مع الرطوبه اللي كتكون في الحمام كيجي بحال داك الكالكير كيبغي يتربى في الروبينيات. نعم. كندهنهم بهاد لاباط من بعد كتجيب غير شيفون فازك كتعصرو مزيان كتمسحو كيوليو كيلمعو يعني بلا ما تحك بالحلفه والماء القطع اولا هذا يعني هادشي كيغني كله على داك الشكان وداك الهريد كامل يعني منديل فازك معصر مزيان وكتمسحي كنشوفين ديك لاباط كنكونو حنا داهنينها بحال دايرين له واحد الماط نخليوها مثلا نخليوها خمسه دقائق نخليوها خمسه دقائق هكذاك في هاد الحدود بحال هكاك كتجي كتمسحها يعني ومن بعد كتمسح عادي كيوليو كيلمعو. يعطيك الصحة هذه فكرة زوينة لتنظيف الروبينيات ولا الأشياء اللي فيها إينوكس كلها ممكن لحاجات أخرى هذه الإينوكس كاملة. نعم ناخذ فكرة أخرى قلتي ديال الروائح فكرة بالنسبة لدوشيت كتبقى دوك التقيبة ديالها كيبقاو كيتسدوا بالكالكير
يعني هذه خديتها عند واحد البلومبيي. رشاشه نتاع الدوش، ديك الرشاشه ديال الدوش كتبقى كيتسدل هذوك التقيدات. انا شفت البلومبي اش كيدير، كيجيب واحد الطاسه فيها الماء وكيخوي فيها قرعه الخل وكيحيد ديك لا دوشيت وداك الفليكسيبل اللي كيكون معاها. نعم. كيخشيهم في ديك الطاسه وكيخليهم واحد نص ساعه. من بعد ملي كيجي كتلقى داك الكالكير وداك التخت كله كيهبط في قاع ديك الطاسه، يعني ما تحسش انك تغسلها اولا شي حاجه، كتهزها كتشللها في الدبلاصه صافي، غتشليها وتعلقيها كيتحلوا ديك العيون ديالها. كيتحلوا داك العيون، العيون ديال الرشاشه ديال الدوش وهذا والتويو ديال هاد اللي كيكون فليكسيبل ديال الاينوكس حتى هو الحديد كي داك الفليكسيبل حتى هو كيولي كيلمع بحال يلا شاريه جديد. زوينه هاد الفكره هادي، الله يعطيك الصحه. غادي ننتقلوا، راني كنسر بيه، يلا نسرعوا شويه باش نعم. تفضلي. بالنسبه دابا حيت تبارك الله الصيف جاي والكونجي، حنا كنسافروا كنسدوا ديورنا 20 يوم او شهر او هذا، ملي كتجي كتلقى الريحه خايبه في الدار. نعم. باش غنتفاداو ديك الريحه من الاصل كناخذوا طبيصلات صغار كنديروا فيهم الطحين. يعني هذا اضعف الايمان، داك التبصيل فيه الطحين كتخشي تحت السدادير وتحت الفوتوي وتحت الناموسيه، وهذا هو كينتف الرطوبه. نعم. وإلا بغينا نتفننوا اكثر في هذا الطحين هذا انه يمتص الرطوبه وفي نفس الوقت يعطر لينا، كناخذوا هذا الطحين عملا لا كنديروا معاه الخزامه مطحونه منيله، والنعناع يابس مطحون منيل. خزامه والنعناع. والنعناع وكنخلطوه مع هذا الطحين هذا، وكنديروا غطيرات صغار وكل سداري وتحت الناموسيه وتحت لي فوتوي، وهذا كتخشي داك الطبيصل ديال الطحين. نعم. وكتسافر وكتمشي كتنعس على جنب الراحه، نهار كترجع كي كتجبر داك الطحين كتلقاه كله تحدد، امتص ديك الرطوبه كامله. تيمتص الرطوبه اللي كاينه، والرطوبه هذه حتى على اللي تتصاوب الغموله في الحيط ولا في السقف ممكن تساعد، هي الرطوبه هي اللي كدير ديك الغموليه. يعطيك الصحه، هذه فكره زوينه، ناخذوا فكره اخرى. بالنسبه ل غادي نعطيك واحد جوج افكار بالجير. كيف ما كنعرفوا ان الجير سخون وديك السخونيه ديالو كتخليه يمتص الرطوبه، فكنوضعوا في البلاكارد الصبابط. كانوا السيدات قدموا لنا واحد الافكار، كنصوبوا ديك التكيمسات كنعمروهم بالورد والخزامه وكل صبيبط كدير فيه ديك التكيمسه، يعني حتى هذه فكره زوينه، ولكن شنو فيها اللي هذا انك تسد لك بزاف ديال الوقت، ان باش كل فرده تصبط دير لها التكيمسه ديالها. نعم. فكناخذوا شويه الجير، واحد الكمية الزير كنديروها فوسط شي شبكة أو لا شي توب، ولا بغات السيدة أنها تحدق وتقد كتصاوب دوك دي بوغس بحال اللي كيديروا داك التكيمسات ديال الحنة العروسة. نعم. أييه هذوك جاهزين، ما جاهزين ورخاص ما غاليينش بزاف، ممكن هما العمر. أو لا السيدة إلا خيطات شي تكشيطة أو لا شي حاجة شاط لها شي طريف بالتوب، يعني تستغل وتحاول أنها تشغل وقتها. أنها تشدوا وتطرقوا وكتقادوا وكتاخذ داك الزير كتحطوا فيه، وإلا كانت عندها ديك القريعة ديال الزيت الأساسية اللي كنا خدمنا بها المرة الفايتة، يعني غير قريعة بخمسين درهم ممكن أنها تخدم لك عام كامل. نعم. كتاخذ ديك القريعة بالريحة اللي بغيتي كتقطع على داك الزير، وداك الزير اش كيدير؟ هو كيمتص ديك 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 الزويتة وكتبقى فيه الريحة، يعني شهور تبقى شهرين أو ثلاث شهور ديك الزويتة كتبقى عاطية الريحة ديالها، عاطية المفعول. نعم. كتعلقها في باب البلاكار من الداخل أولا كتخشيها في وسط البلاكار. ممكن تصلح البلاكارد الصبابط، تصلح البلاكارد الحوايج، تصلح البلاكارد الاواني، ولكن الاواني بلا ما نستعملوا فيها الزيت، حيت ديك الزويته ريحه الزويته كتبقى لنا في الاواني. نعم، يعني غتعطينا ديك اللي هزينا الكاس اللي هزينا غتنشموا فيه ديك الريحه وتوصل. نعم. تشمي ديك الريحه يعني في البلاكارد الاواني ممكن ناخذوا غير قطع الزير ونحطوها تحت البوتاجي كامل، ملي كتكون عندنا بعض الاشياء مثلا تحت السريج اللي ما كنكونوش حاطين فيه الاواني اللي كنستعملوا، مثلا البلاصه اللي كنحطوا فيها السطل ديال القمامه ديالنا ولا هذا، باش ما تبقاش هذه الريحه هذه. لايكتك هاد الزير يعني عجيب، يعني انا كان عندي تحت البوتاجي اللي قلتي كان كيخبار لي في لقيت هاد البرد، يعني ملي عطوني هاد الفكره هادي وليت يعني كنجيبو بالكيلو غير تريف الجزير، غير تريف الجزير، طرف الجزير هكذاك صحيح حسن نديروه في الكموسه ونعلقوه. وتعلقوا في وسط البلاكار تحت البوتاجي الا كانت عندك البلاصه خاويه، يعني واخا دير حتى كيلو دجير وتخليه تما ونساه، ما كتبقاش الغموله وما كتبقاش الريحه. وفوقاش نجددوه؟ على شحال نحيدوه نبدلوه؟
هو ملي كتحس به برد كيبدا كيتفرتت. نعم يعني طونكو راه كتله وحده راه مزيان، ملي نحسوا به بدا تيتفرتت نحيدوه نبدلوه نديرو طرف اخر ونبدلوه وخلاص الجيغ رخيص. تبارك الله عليك، شكرا جزيلا عزيزه. يعطيك السر الا كان ممكن. يلا هو لكن بسرعه باش ما نظلموش جوج السيدات كينتظروا. الله يسهل عليك. مرحبا على راس العين. بالنسبه للبرارد اللي كيكونوا عندنا مخبعين في نهار كبير اولا في مناسبه ما كنجبدوهمش نستعملوهم، يكفي ان السيده تاخذ قطعه ديال السكر وكتحطها في ذاك البراد. نعم. وكتخبعو يعني ملي كتجبدهم بعد شهر اولا شهرين كتجبر داك السكر تفرتت ولا بحال سنيده. كتغسلو وتنشفو وتزيد فيه قطعه واحده اخرى كيبقى ديما كيلمع كيبقى ديما جديد. هذه فكره زوينه، يعني دائما البراد اللي ما كنستعملوش كل يوم نديروا فيه قطعه ديال السكر ونخليه ونعليه في بلاصته. هو هو كيشرب الرطوبه كتلقاه كيتفرتت ولا السنيده كتولي كتجدد وتغسلو. بالنسبه لشرف الله قدرك انا مازال لينا بالنوبات كنشم ريحه القبط عندنا في الدار. نعم نعم اعزك الله. الرائحه ديال القواد تطلع. نعم تفضلي. القواد سواء من الكوزينه او من الطواليت كتاخذ القهوه. واحد الكمية القهوة كتحطها بحال هكا في ليفي أو في لافابو أو في لاطواليت وكتاخذ الماء. أنا كندير الماء سخون، هو كيقول لك الماء سخون في القوادس أو لا شي حاجة، المهم أنا كندير الماء سخون. ولا نصيب أنا إلا ما كتب الله لنا، يعني سبحانه وتعالى الإنسان يدي كتخوي ذاك الماء سخون على ذيك القهوة بحال في بريق ملي كيكون عندنا فيه الماء سخون طايب وكتزيد عليه القهوة، يعني ذاك ليفي ديال الغليان اللي كيكون في البريق هكا كيهبط في ذاك القوادس وكيجر معاه الفخ كامل. نعم يعني فكره زوينه يعني كتبقى عاد ريحه القهوه عاد اللهم ريحه القهوه ولا ريحه القوادس. نعم اكيد بعض المرات كتكون خصوصا الى مده طويله ما كناش في الدار كيف ما قلتي كتبدا تطلع ديك الرائحه وما كتكونش مستحبه وكتعمر المكان البيت كامل. لالا عزيزه تبارك الله عليك، شكرا على مشاركتك معنا. علينا وعليك لالا عواش مبروكه، تبقي على خير، مع السلامه.